فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان قبر قريبي قريبا مني وأذهب إليه وأمر عليه باستمرار فأسلم عليه، هل يجوز هذا؟ لا بأس بذلك، لكن التكرار المستديم ما ينبغي، ينبغي بين حين وآخر، ينبغي يعني دائما دائما تمر عليه كل يوم، لكن بين حين وآخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد ولهذا كرهوا أن الإنسان كل ما يدخل المسجد النبوي يروح يسلم على الرسول، كرهوا هذا ومنعوا منه، إنما هذا للقادم من سفر فقط خشية من الغلو. نعم.